السلام عليكم. مرجع العربي لتما تا شحال هو خدام في الملاح زاد راه على خويا تا في الملاح خويا بليدان واش دري ستون كثير هكذا من هنا ايه أنا أعرف اي كرهين هي بلا فلوس ونسجل الخبز نفرك في الحلاب درهم اي 80 ريال الكيلو شوار 80 الكيلو هذه الروبه 3000 4000 قالك انت 3000 دابا هذاك اللي دم اللي تاتيب كنخو الزويته وداك الشيء اللي تاتيب كنصفيوها نعجلوها هنا حتى اللي ما باش اللي دم تنعطيوها البليله بعدها كاين البليله بعدها هذيك اللي شربنا في الاول كاين اللي ما تيبغيش اللي دم اللي ما تيبغي الا بغيت كيزيدو ليه تيزيد ليه الكرهين تيزيدو من فوق منه اللي دم كنصفوها اللي تاتيب كنصفوها هذيك الزويته ديك الساعة باقي باقي تكون عندي شي 12 عام شي ايه تشوت لي دم الحج تكون عندي شي 12 عام ديك الساعة شخون شوية تزيد من الفوق كان خدمت مع واحد الرجل بالربعينات بالربعينات خدمت مع واحد الرجل سوق بلوح كان ديك الساعة هو ما تيخدمش الغلمي كاع حتى الغلمي تيخدم غير المعزي تيشفتني سوق المعزي كندخل في الرحبة القديمة تخدوك السواري تنجمع خنجة تنعمرها بلا تاريال وكل القرى عقدت ماشي بحال هاد القرعين ديال كل كرة تبارك الله ديال المعزي غير تي لحوم هذا الطيق تعود تي لحوم كنا تنجيب غير الدورة تما ونعمر خمشة ونجيبها للفرن تنشوطها ونغسلها ما تنجي هو حتى العشية تلقاهم منصوبين في الفرن تشي تنجيب معاه زويتة وفليفلة هذا هو راس المال تيعطيني انا 4 دريال وتيعطي المول الفرناط شي 4 دريال تيعطيني انا 4 دريال وتيعطي المول الفرناط شي 4 دريال هذا هو راس المال وتيجيب معاه زويته وفليفله وترميهم في القدره وهي تطبخ مسكن تعيشها فابور شو هاد الناس فين بارك الله فيك الله كل شيء رخيص كل شيء كيتحاجوا بالفلوس كثيره وما ساويه والو راه لقاونا خدمه ولا نعم اسيدي الناس دابا راه 4 الرجاله خدامين في هذيك الخدمه هي تنخدم انا 4 دريال 4 الرجاله خدامين فيها دروك في قرنا بعدا تتغسل من التم تتغسل من التم في قرنا بعدا وتجي لهنا الفرناتشي وتنشر تتنشف وتفلعش هذوك اللورانيين هاد اللورانيين تيتفلعشو ويحيد ليهم العظام
بين جو الفرنات شي تشوطو اللي قال ليه واحد السيد كان جات يخدم مع واحد هنايا سيدير الكرهين وفرك عليه شير محسن الكرهين طلع عليه السيدين شوط الكرهين فرق الكرهين ايه على قال ليه دير الكرهين اكتر عليه داك الشيء اكتر عليه طلع ينزل وكل الناس معاهم اللي خدمنا ومعاهم اللي خدمنا الله يجزيك عليهم ويرحم الله ويرحم الله ويرحم الله أنا حليت عينيا لقيت الوالد عندي هنا في السوق هنا في السوق لقيت الوالد عندي هنا في هذا واحد الحانوت هي ركنية ضروبة باقي عطيناها لواحد السيد كان كراها ليه الوالد وبقيت يعطينا في هذاك واحد 4000 ريال في الشهر ما كاينش حرام انا باقي تقطو فيها دروك في الشهر تاكلتوها غير الوالده هي اختي ضعيفه نخلي بليده بليده طريقه تمشي فيها كنت انا عند والد وين تهلي الرحمه والمغفره هنايا وباش يهددني تيقول لي راه اللي تيخدم في هذه النعمه الله وما تنقيها وما تيجمعها وما تنقيها راه يتوخر فيه بوه الزاز راه يولي على اخر ايام كيولي فيك بوه الزاز يوا نقي نعمه الله ونجمعها ونقيها بسم الله يا سيدي الحبيب بسم الله يا سيدي الحبيب هادشي باش كانوا تيهزونا هذوك الناس الاولين الله يرحمهم. عليهم الله. مبروك تيقول لك انا ما جمعتي نعمات الله وما نقيتيها راهي توخر فيك بوه الزاز. يا دبر راسك انا راني سرعيت عليها. نقي نعمات الله وجمعها الا لقيتيها جمع نعمات الله ونقي الناس المخلوقات اللي بغا ياكلوك. ولا ما نقيتيش راهي تخر فيك بوه الزاز راه بغيتها دير خريا الناس الله يجد عليهم الرحمة والمغفرة ما زدنا شي بليلة الوالد الله يسهل عليك شو جوج خبيزة تقطيع بسم الله عبد الحاج شوية بعدا يا شوية الحمد لله بخير أولي ما عندكش يا اخويا لا لا يجي عندك البارد الله يسلمك الحال تنصليو الصبح وتنجيو الصبح في الجامع نصلى الصبح تنجيو ديريك تنقنا مع هاد البركة هنا دروكا راه حتى تطيب انا راه ما تنمشي كاين نوبات تندخل مع باب الدار ونبغى نعيط الله اكبر يعني النهار كامل تيدوزو
نهار كامل من الصبح حتى المغرب، واحد اخر ما غاديش يخدم عليك وحاط في التحبيط حتيه كاع اللي غنيه كاع انت تبيط عليه اللي ما كاين، ما غاديش يخدم لك من صلاة الصبح حتى المغرب. انا مياك ربيع 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 الله والدوام هذا ما فيها لا جمعة ولا حد ولا 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 وجاء الحباب باش اللي جاء من البعد يلقى كنا اللي كيجي من المسيرة واحد السيد راه من دوار العسكر تيجي تيدي الفطور لهنا هو وخوتو والله والا من دوار العسكر تيجي واحد الجميلة تيدي فيها 100 درهم 2400 تيديها بواحد الدواوة باش يقربها ولادو نوبا نوبا والا من دوار العسكر ما تندير شي بركه نهار الجمعه هنا دابا راه لو جاي الحبيب تنجي راه عندي 9 و10 غنوض بحالي 9 و10 شنو عندنا نهار الجمعه انا وياك انا وجاي الحبيب اللي تنجي حتى لهنا ويلقاك ما كاين هو جاي من البعد نديرو هذيك البركه حتى ل 9 و10 نهار الجمعه وايلي وايلي قولي شكون هو جدي قولي خدمنا معاهم خدمنا معاهم يزيد عليهم الرحمه والمغفره عرفتي واحد مولاي الحبيب راه تقول انت داك اللي سابق الماليك راه تلقاه بالبوردو هذا خال الوالد عندي انا باش نزيد وجل نعم ماشي يجيب السلهام والفرجية والقفتان محزم تقول انت ديما هو لا شتيه داك اللي جاب خلي مالك بلا هكا شكون اللي كان تيجي لعندو تمايا ربوش حمر نعم اسيدي والرزه فوق منو شكون اللي جا عندو في الملوك اللي شكون اللي جا عندو طل القصابي تاع السوق قبل ايه جا عندو الحسن الثاني جا ايه تا داك الفقيه مسو الله يرحمه كان تما هذيك هي القعده ديالتو حنت مولاي راه كان تيجي عندهم الدار 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 اللي في سيديو سيديو كان تيجي لعندهم اللي فيها الشجره في الملبن تما اللي فيها الشجره في الملبن اييه واه هادي جبتك شاهد على العصر مولاي الحبيب ومولاي المدني هادو خوال الوالد ديالي الوالد عندهم لحيه عليهم الرحمن الوالد نعم اسيدي ختامه مسك الله يجازيكم بخير Я сам это фото взял.
نقول باش باقي عندك شي حاجه.